آخر فتح رجل الأعمال الجزائري جيلالي مهري قلبه لتلفزيونيا النهار في لقاء خاص تحدث فيه عن العديد من التفاصيل وأسرار نجاحه في عالم المال والأعمال، كما كشف عن سر نجاحه. المزيد مع أحمد بوطاف. جيلالي مهري أحد أكبر رجال الأعمال الجزائريين الذي نجح في صناعة اسم دون في السجل الذهبي، خاصة وبعد تجسيده لأكبر مركب سياحي الغزل الذهبي. أثبت الجيلالي أن حب الوطن هو الدافع الرئيسي للنجاح. أنا بلد جميلة من أجمل بلدان في الدنيا على ضوء العالم الكل. مثل ما قلت كما الجزائر كما بلادنا، الطبيعة، السواح العجائب لما يجوا يشوفوا الهدوء، يسمعوا الهدوء، يشوفوا النجوم، ديبيزمون توتال، ويجوا على السمش. احنا عندنا سمش حتى في الليل. جيلالي مهري فتح قلبه لتلفزيون النهار، تحدث عن حياته وتذكر أهم المحطات التي بقيت راسخة في الذهن. في البداية مش ممكن إنسان يقدر يدير مشروع سياحي بالحجم هذا، الظروف كانت شوية ما نقول بالسياحة ما كانتش من الأوليات، انتظرنا الوقت الكافي لكن ما ضيعناش وقت. هذا حلم تحقق منذ 50 سنة تقريبا، كان صحراء، كان كلها عوامي هنا والجن يسموها العامي هنا في الدول، كلها كانت صحراء، ما كان الطريق ولا الكهرباء ولا ماء، ما كان ولا. شكرا جزيلا سيد جيلالي المهري على هذا الاستقبال وحد موفق لاستثمارات مستقبلية. بفضل العزم وإصرار هذا الرجل استطاع أن يحول صحراء قاحلة إلى جنة سياحية بامتياز تسمى اليوم بالغزال الذهبي. قصة نجاح تحمل 1000 عبرة وعبرة وألف دليل على أن الجزائر اليوم يمكن أن تتحول إلى أحسن قبلة سياحية.